نتنياهو خلال مشاوراته مع رئيس الدولة اعتبر أن مقتل يحيى السنوار هو نافذة جديدة لمرحلة جديدة في التعامل مع قطاع غزة. هو أيضا تحدث بشكل صريح يوم أمس بعد الإعلان عن مقتل يحيى السنوار بأن مقتله يعني الخطوة الأولى لاستعادة جميع الأسرى وأيضا إنهاء الحرب. وهذا يعني لأول مرة يتحدث بنيامين نتنياهو بهذه الصورة وبهذا الشكل علانية. أيضا نتحدث عن ما تحدث عنه الجيش الإسرائيلي والذي قال بأن محمد السنوار كان قد استلم كتائب عز الدين القسام بعد غياب محمد الضيف. لذلك هناك اعتقاد من المستوى الاستخباراتي في إسرائيل بأنه في حال كان هناك أي تسلم لمحمد السنوار شقيق يحيى السنوار لملف تبادل الأسرى سيكون من الصعب جدا التوصل بالوقت القريب لأي عملية تبادل أسرى، بالتالي عملية إنهاء الحرب في قطاع غزة. أيضا تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأن المشهد يتصدر الآن خليل الحية كأنه قائد للمكتب السياسي لحركة حماس. هكذا تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأن المشهد الآن بحركة حماس هو خليل الحية، وفي حال كان هناك أي تسلم لزمام الأمور بمسألة تبادل الأسرى ومسألة إعادة المحتجزين لخليل الحية من الممكن أن يكون هناك مرونة من قبل حماس للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى. ولكن في إسرائيل يعتقدون بأن هذه المسألة صعبة بهذا التوقيت، خاصة بأن بنيامين نتنياهو يماطل حتى الانتخابات الأمريكية. ولكن هناك ضغوط داخل الحكومة الإسرائيلية، داخل أيضا الحزب الحاكم الليكود، وأيضا من الوزراء داخل التوليفة الحكومية الائتلاف الحكومي، منهم أيضا حزب شاس الحريدي الذي يدعم للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى. كذلك الأمر المؤسس الأمنية والوفد المفاوض الذي اجتمع أيضا يوم أمس للمشاورات بمسألة استئناف المفاوضات بعد مقتل يحيى السنوار، خاصة بأن المؤسسة الأمنية تعتقد بأن جميع أهداف الحرب قد تحققت من إضعاف قدرات حركة حماس كما يقول الجيش الإسرائيلي ووزير دفاعه. وأيضا مقتل يحيى السنوار القيادي المدبر لعملية 7 أكتوبر. هناك من يدعم وبتوجيه أيضا المزيد من العمليات العسكرية مثل الوزراء المتطرفين داخل الائتلاف الحكومي بن غفير وسموتريتش وغيرهم أيضا من وزراء حتى من داخل الليكود اللذان يطالبان باستمرار العمليات العسكرية وتحقيق نصر المطلق كما يقولون. ولكن أيضا في إسرائيل هناك ضغط شعبي، بالإضافة أيضا إلى من يتحدث من محللون عسكريون بأن إسرائيل إذا لم تذهب إلى توصل لصفقة لتبادل أسرى ستقع في مستنقع قطاع غزة وستبقى بحالة حرب إلى الأبد دون إعادة ملف إعادة الأسرى أحياء إلى إسرائيل، ولن يكون هناك خطة استراتيجية لإنهاء الحرب والعودة من قطاع غزة. فهذه مسألة ستكون على الصعيد الأمني الإسرائيلي خطيرة في ظل أيضا التصعيد ووجود عدة جبهات. نتحدث أيضا عن جنوب لبنان، على الرغم من أن الاعتقاد بإسرائيل من أن التسوية مع جنوب لبنان ستكون أسهل بكثير من مسألة صفقة لتبادل الأسرى، خاصة بأننا نتحدث عن لبنان وهي دولة وأيضا الأهداف وهناك خطة للخروج من لبنان، خاصة في ظل الحديث عن مسألة العملية البرية التي تهدف إلى ما تزعم إسرائيل أنه تدمير لأنفاق لحزب الله وإضعاف قدراته.